ينضم إلي من لندن أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية الدكتور نهاد خنفر. دكتور نهاد خنفر، هل برأيك الطريق سهل أمام ما تنوي الدول السبع القيام به فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة؟ قانونيا هو ليس سهلا على الإطلاق ومعقد إلى حد بعيد، لأن هذه الدول موقعة على اتفاقيات دولية يضمنها القانون الدولي، وأصبحت يعني جزءا من قواعد القانون الدولي الذي يحكم الممارسات المالية والاقتصادية تجاه الدول الأخرى. وفي هذه الحالة طبعا نقصد اتفاقية الأمم المتحدة التي تعطي عام 2004، والتي تعطي حصانة للممتلكات التي يعني تخضع لدولة معينة في دول أخرى، بغض النظر عن هذه الدول وبغض النظر عن موقفها السياسي أو الأيديولوجي، أو إذا كانت في حالة حرب أو في حالة سلم. وبالتالي النظر إلى هذه التصرفات هي عبارة عن تصرفات سياسية وخاضعة لقرار سياسي فردي، حتى لو تم اتخاذه من مجموعة من الدول لا يعني أنه أصبح شرعيا ضمن قواعد القانون الدولي التي تحكم مثل هذه الممارسات. ولكن مجرد اللجوء إلى الأموال الروسية المجمدة أو الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، ألا يعني بأن الغرب ربما قاب قوسين أو أدنى أن يضغط على أوكرانيا لقبول خطة سلام دولية؟ هذا موضوع مختلف، يعني التطورات الميدانية وما يرد من أخبار وارتباط ذلك بقدرة الأوكرانيين على اتخاذ قرار سياسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، هذا موضوع أنا أعتقد لا أنا كنت أعني لا اسمح لي سيد خنفر، يعني الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي الآن لديهم نفس المقدرة التي ظهرت قبل تقريبا عامين في دعم هذه الحرب ودعم كييف طيلة هذا الوقت. لا، بالتأكيد أن هذه القدرة، أولا الإرادة السياسية تتراجع والإرادة الاقتصادية أيضا تتراجع، على اعتبار أن الموارد المالية التي خصصت في بدايات هذه الحرب كانت تتدفق بشكل واسع وكبير، ولأسباب الجميع يعرفها وليس هنا مجال النقاش فيها، ولكن هناك أزمات اقتصادية يعانيها الاتحاد الأوروبي قاطبة، يعني حتى الدول الكبيرة، يعني الدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا الآن تمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، وسيكون يعني هناك بعض النتائج الاقتصادية في عام 24 تهدد النمو الحقيقي الاقتصادي الألماني مثلا. الولايات المتحدة لا تعاني بقدر أقل من معاناة الألمان على سبيل المثال، على اعتبار أن أولا لديهم معارضة داخلية في تحرير هذه الأموال وخصوصا من قبل الجمهوريين، ولكن بالمقلب الآخر هناك دولة يعني دعيني أقول تتمتع بكم هائل من الديون الداخلية والديون الخارجية، وبالتالي لن تستطيع أن تقدم الدعم إلى ما لا نهاية، وبالتالي هذه الأصوات تأتي تباعا لوقف هذا التمويل. ولهذا أنا أعتقد أنهم يقومون بعملية الآن شراء الوقت السياسي، وخصوصا أنهم في عام انتخابات، يعني يجب أن لا ننسى أنهم يعني أقل من عام واحد ويكونوا في انتخابات في الولايات المتحدة، وهذا بحد ذاته يوفر ذخيرة كبيرة للجمهوريين، وبنفس الوقت يضع ضغطا على الإدارة الديمقراطية والمرشح الديمقراطي لأن يتقدم بشيء، وهذا الشيء ليس محكوما بقراره الشخصي أو قرار إدارته. هل لدى روسيا القدرة على وقف قرار من هذا النوع يتعلق بأصولها المجمدة؟
بالمعنى القانوني هذا بحاجة إلى قدرة سياسية فاعلة، والقدرة السياسية لا تتوفر عند الروس، يعني بغض النظر ما هي الخلافات بينهم وبين بقية المعسكر الغربي، إلا أن هذه مسائل عملية. لكن لديهم طبعا وسائل احتجاج قانونية، وهذه الوسائل تتمثل في القرارات التي يتخذها مجلس الأمن، ونحن نعرف أن قدرتهم على الاعتراض أو استخدام حق النقض الفيتو يسقط كل القرارات السياسية والاقتصادية التي تحاول النيل من القدرة الروسية الاقتصادية أو القدرة المالية. ولهذا كل الإجراءات التي تستطيع أن تأخذها روسيا هي إجراءات قد تكون مستقبلية، يعني في المستقبل، لكن في الوقت الحالي نحن نتحدث عن قدرات عملية، وهذه القدرات العملية في حقيقة الأمر هي ليست في أيدي الروس حتى يستطيعوا أن يوقفوا مثل هذه الإجراءات. لكن بالمعنى القانوني قطعا فإن هذه الإجراءات لا تعني شيئا في مقاسات القانون الدولي. شكرا لك دكتور نهاد خنفر، أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية في لندن.